على امواج جيل افام انا على امواج خليني مع كل احترامات نسمع السيده الوزيره الله يخليك. مع الوزيره قالت كلمتها رحبت بالضيوف، حنا اليوم حابين نسمعوا كلمه الفنان، الفنان اللي هو اكثر واحد يتضرر من هذه المشكل اللي هو مشكل عالمي. يا خويا هذا يعني بالنسبه لنا احنا كنا فنانين فرحان محمد الامين وزار يا انوار يا خليني نهضر. انا فرحان اللي غادي يهرسوا تمشي غادي يفوت عليهم بالدوز هذاك السيد ونتهناو وكان نتهناو وانا فرحان ودخلوا لدارنا ناكل. هذه الكلمه الشابه قالت كما تعرفوه مستمعات مستمعي الجلابان دائما ثم الدم وكذلك حضور النجم محمد الامين. مساء الخير محمد. شكرا نور.